العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية تسير في اتجاه صحيح. لقد أجرى فخامة رئيس الجمهورية لقاءات عديدة مع خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو ولي العهد. اجتمع فخامة الرئيس بولي العهد على هامش القمة. هناك تطابق في الآراء بين تركيا والمملكة على ضرورة وقف إطلاق النار في فلسطين وبدء المساعدات الإنسانية فوراً وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وحرة على حدود عام 67. وقيادة البلدين أدركت هذا النقص واتخذت قراراً بخصوص إنشاء آليات تعاون متنوعة لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية والدفاعية والطاقة إلى جانب التعليم والصحة والتكنولوجيا. وكما ذكرت هناك تعاون جاد في مجال الصناعات العسكرية